ندم كافي سلام طنجي الدورة الثانية من عيد سلام التي تميزت بمشاركة نجوم هذا الفن من داخل المغرب وخارجه. بما ان الناس مولوعين بالسلام اكثر فاكثر دونك فكرنا نجيبوا ناس اللي تقريبا في هذا الستيل هذا دونك مسلم كاين مسلم اليوم معنا وكاين لطيفة احرار اللي هي صديقة شاعرة وممثلة وفنانة كبيرة ومحترمة وسلامة سميت اللي جاي من تونس وبطبيعة الحال الفنانة ديال كافي سلام طنجي بنات ولاد هذا كوليكتيف الحمد لله. اللي زوين ان كل واحد ممكن يسلامي ماشي بالضرورة يكون صوته زوين ولا الشيء انه يكون كيعرف يطرز الكلام والسلام اللي فيه زوين هو انك يقرب الشعر للناس او ميم طون نوع من التعبير ونوع من انك ممكن تهضر على ظواهر اجتماعيه ولا على مظاهر ولا على الموقف ديالك من الحياه بواحد الطريقه شاعريه. هو لقاء لعشاق هذا الفن من الشباب للتعبير عن افكارهم من خلال كلمات متناسقه. كافي سلام ديال مكناس انفيت دونور هنايا في طنجه وكان شرف لينا اننا نتانفيتاو هنايا في عيد سلام. طالعين بزاف ديال الناس كيديروا سلام هنايا كتفتتح على واحد الناس اللي ما كنتيش كتعرفهم ما كتبقاش غير في مدينتك. المهارة الخطابية وقوة الكلام والاعتماد على الكوميديا احيانا ركائز مهمة في فن سلام الذي يطرح مواضيع مختلفة واقعية بحرية وبدون قيود.